أنا لازم أنجب، أنا لازم جيب ولد. خلاص فات الأوان. لا ما فات. أنا فات، ما اعتقدي. إيه بس أنا بدي. شو قصدك؟ بدي أتجوز عليكي. شو؟ إيه أنا لازم بزر لبيت المشنشة. شايف الرقبة هي شيتك؟ بمصعة، أنا ما بعيش مع ضرة ولك. أنت حرة، إذا ما عجبك بطلق. ليك ليك. والله بكسر الهاء وعقد اليمين، إذا بفكر بهذا الموضوع لكسر الراس شيته، معقول؟ معقول يفكر بالموضوع بعد هالكبرة؟ بده يتجوز؟ هذا اللي إجاك. جيبي له. منين؟ ما تقدر، نفقت لهلا لفطي. ايه كمان حقه، وشنشلي له شي شنشوله مشان ما ينقطع حبل المشنشه. ايه مو على كيفه ابو طمزه، كان يفكر بالشنشله قبل ما يتجوزني، بيعرفني ما بقدر شنشل ولا شنشول. بعدين قبل ما تقلي لك ايش اكسري اجره وشنشلي له لبديه، شنشلي له شي شنشول، حرام عليكي شنشله. امي شو بدنا بالشنشله هلا؟ المهم اذا جحش شو العمل؟ روح احكي معه انت وشفي. أنا اللي بحكي. عالسريع روح. لا تعقزوني، ما بقدر. يا عمي أبو طمزة، هلأ أنت إذا جبت ولد ومتت إن شاء الله، مين بده يربي لك يا؟ يا بده يطلع حرامي، يا بده يطلع نشال، يا أما بده يعيش عالي على أمي مثل ما حضرتك عايش. مزبوط. بعدين عمي أبو طمزة، أنت لا تباخذني، صرت هلأ بالعقد السبعين، يعني رجل بالآخرة ورجل بالآخرة، مو حلوة مشان هالكام شهر البقيانين لك. بعرف أصلاً أنا بعمري ما فكرت جيب ولد، بس نوت على الصورة وجهت عيني بعين جدي اليمين لحرجة. الله يرحمه ويلحق الحبل بالدل، وصارت أعضابه مكاحي. ايه بس تطليعته فيها شيء، بتحس كأنه عم يحكي معك. حكى معك؟ ايه قال لي يا حقير مين بده يحمل اسمي؟ قل له كل هوا وعود. طيب ماشي الحال، لحطه بالغزانة وبحياتي ما بقيت افتح عليه. يعني قفلنا على الموضوع؟ بسبع قفولة، خلاص خلاص صدوني. خير خير، شوفي شوفي. تفضلوا تفضلوا. ولدت مرت هاني جابت لنا توم. ما بتنقطع هاني اللي اجته. ايه بنته صبي، البنت سميناها رشا والصبي سميناه شادي. شو بقى عمي ابو طمزه؟ انا هاني يجي ولد يعمل اسمه وانا من بيت المشنشة؟ لا ليش تقبرني؟ شو كثير عليه؟ عوض ما تقول له مبروك ويربى بدلاله. مبروك ويربى بدلاله، بس انا كمان بدي. لك اخي انت جبته حدا منعك، بس انت رضيان بوضعك. امشي هاني تعال. شو بلعنا قمزة؟ لك شو حكينا قبل شوي؟ مو على أساس سكرنا على الموضوع؟ وإذا حكيت يعني بس انتو بدكم تمسكوني على الحرب. يا أبو طمزة يا أبو طمزة، اللي عنده ولد هلأ مو قدراني طعميه؟ بعدين اللي بده يتجوز صار يدور على مرة ما بتجيب أولاد، شو بده بهالعلقة؟ انتو شو على بالكم؟ انتو شباب طول عمركم، بكرة بتجيبوا كراعيب ودبابين، أنا بس موت مبعوث في المشتة. هلأ انت هذا اللي هامك؟ طبعا هذا اللي هاممني. أنا عندي حل. شو هو؟ بروح برفع دعوة، بغير أبو كرعوبة وبصير مشنشل، منصير نحن اثنين مشنشلين، شو رأيك يا شرشبيل؟ بدنا نضحك على التاريخ نحن؟ شو جاب بيت كرعوبة لبيت المشنشل؟ كرعوبة كرعوبة والمشنشل مشنشل. طيب مين اللي بدها تكبس على نفسها وتتجوزك؟ بلاقي لي وحدة أرملة صبية بتجوزها، شو بني أنا؟ أنا لاطة أنا. ومرت عمي؟ إذا حبة تعيش مع ضرة أهلا وسهلا، وإذا ما حبة كل مين بيروح بحال سبيله. ما برضى، طبعا ما برضى يروح قتل هالحص تبعي. شو مسخم على رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. طولي بالك مرت عمي، وافقي انتي شو فارقة معي؟ لك على الحكي لك شو وافق؟ أنا موافقة ضل معه شفقة عليه مو حبا فيه، كمان يجيب لي ضرة. يا مرت عمي يا مرت عمي، يعني لا تواخذيني زهرة مع حق. القصة مو انك تحبيه او ما تحبيه، القصة انه جوازتك من ابو طمزة امنت لك سكن. يضرب هو وسكنه، امي مو مقطوعة من شجرة، امي بتقعد عنا. نننننن، الام بتقعد عند ابنها مو عند بنتها، عيب، مو حلوة بحق الولد. نننننن، لا اخي، انا موافق انه تسكن عند غادة. مظبوط، البنت بتهتم بامها اكثر من ابنها، لازم تضل عند بنتها. انتو هاد اللي هاممكم، مو خايفين الا اقعد عندكم. يعني بدك ما تواخذيني مرت عمي، كل واحد فينا عنده غرفة ما حيلته غيرها، ويا دوب تسعه هو ومرته. لا عندكم ولا عنده. يعني وين بدك تسكني؟ بالشارع؟ ليش بالشارع؟ بده يطلق ينقبر يطلع من الغرفة. وين بدي يطلع؟ هاي غرفتي. هاي هاي غرفتك وغرفة امي،
بس انت بكافة الاحوال ملزم انه تدبر لها غرفة، فخليها هي هون وانت اطلع دور برا. وين برا يعني؟ لك شو بعرفني، دبر حالك. طيب تسكن بالمطبخ؟ انا اسكن بالمطبخ مثل نزوان عفيف. مؤقتا مرت عمي لبين ما نظبط لك احلى سكن. لك شو مؤقتا؟ شو مؤقتا؟ ما بسكن بالمطبخ، هو بده يطلع، هو بيسكن بالمطبخ. لازم تفهموها، انا مو لحالي، انا عندي مرأة وبده يجيني ولد، المطبخ صغير علينا، اما هي لحالها المطبخ بكفيها. هلا هذا اخر حكي عندها؟ ايه اخر حكي. خلصنا بقى، لفوها، لا تعقدنا انت وياها. بعدين انت بس يجيك ولد هي بتنتقل على المطبخ وانت تقعد هون بالغرفة. لك مو موافقة، مو موافقة، مو تناحة، بس ما عم تدخل براسي، مالي موافقة. يا امي يا امي كبري عقلاتك، معقولة لا انت صدقتي انه بس يجي ولد رح نرجعه على الغرفة؟ خلاص خلاص مرت عمي، بس يطلع من الغرفة منروح كلنا بنعمل محضر تعريف باسمك، بتصيري انت مستأجرة رسمية. اذا هيك ايه. شو مرت عمي شايفتها مو فارقة معي؟ شو بدها تفرق يعني؟ يعني رجال. ما في شي بيذكرني انه في رجال بهالبيت الا شخيره. طيب بركي شغلت هالولد حجه، بركي في سبب غير هيك. لك ياكل هوا، اصلا منيح اللي نحن رضيعين فيه. اخ ولالك والحياه لك انت حط له من زمان. قوم شفي. بعدين وين؟ انت ليش عم تتدخلي؟ اخ يا مرت عمي لو مالك مرت عمي. بدي تعهد. خلص خلص، انت اول ما يجيك الصبي نحن من الا لمرت عمي كش طلعي لبرات الغرفه. وهي ايدي على شواربي. شواربي هدول شوارب بنحلف عليهم، بعدين انا مالي حمار لحتى صدقك. طيب شو بدك؟ تعهد رسمي وعندي المحامي. لك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ عمرك شفت هيك تعهد؟ مو ضروري التعهد ينص على اخلاق الغرفه حرفيا. لك انا على شو بدي؟ سند امانه عند المحامي ومختوم من القصر العدلي. ايوه هيك لك. امشي بديع امشي. الله معكم. سكر لي هالباب لقلك. شو هتساوي انتو التين؟ بدنا نتناقش نحن وياك بالموضوع ورح ننقشك. يا هبت تفكر عمو بابا تبوت على الدولي يا كولي. لازم يأمن لها سكن. سيدي أنا قلت لها تسكن بالمطبخ. المطبخ لا يعتبر سكن صالح قانونيا يا أبو طمزة، لازم تأمن لها غرفة محترمة. الله يسلم هالتم يا سيدي، قلنا له هالحكي، بدعو قل له لسيدي شو قلنا له وشلون هو ما اقتنع، قل له. سيدي قلنا له كثير بس هو ما اقتنع. يا سيدي أنا عصبتها. هلا منين بدي استأجر لها أوضة بدون عقد سياحي؟ ما عاد حدا يأجر إلا بعقد. أنا بذات شخصي بظن إنه ما في داعي حدا منكم يطلع. سيدي شرعا ما بيجوز اجمع تنتين. ما راح تجمع ابو طمزه. شو قصدك؟ ابو طمزه حقه يجيب ولد، بس لازم يفكر مين بده يربي له اياه، ما يجيبه وزته بالشارع. شو ناقصنا احنا اولاد شوارع؟ ما فهمنا. اذا بهمه ابنه لا يجيبه هلا، لازم يتخلى عن الفكره. شو قصدك؟ بدي يصلح ذات البين. شو قصدك؟ لك شبك انت كل كلمه بتقلي شو قصدك شو قصدك؟ احكي بالمشرمحي بدنا نفهم. بدي اصلح بين ابو طمزه وبوران، الطلاق متاخر هلا بلا ما يطلقوا. شو بلا ما يطلقوا؟ لازم يطلقوا. اصحاب العلاقه معك وانت شو حشره؟ انا صاحب علاقه كمان. شو قصدك؟ بعدين تعريف. شو قلت ابو طمزه؟ انا بامر الحكومه، الراي رايك. شو الراي رايك؟ انت مالك رجال؟ ما عندك كلمه؟ خلصنا عمي ابو جدعان، نحن ما صدقنا وافق، شو بدك تخربها؟ قال بدي يطلق، لازم يطلق. عمي فهمنا انت شو مصلحتك، ليش عم تحميها؟ بعدين بتعرف. ما عاد في داعي مرت عمي، امشي معي. لوين؟ ابو نجيب بده يصالحك انت وابو طمزه.
اوعي تصالحي ست بوران، لا تخلي ابو نجيب يضحك عليكي. يا بنتي جاي تصلحها ولا جاي تخربها؟ هس مرت عمك حرمة مقدرة إلى قيمتها، ما بيجوز واحد طرطور مثل ابو طمزة يتحكم فيها. يسلم هالتم. هو اللي لازم يسعى تضلي معه مو انتي. شفيق بتروح لعند ابو نجيب بتقول له مرت عمي ما بدها، خلي ابو طمزه يجي يعتذر ويبوس التوبه. هلا عمي انت شو نايبك؟ شو فارقه معك؟ خليك على جنب اذا بتريدها. فارقه معي وبعدين بتعرف. شو مرت عمي؟ هي اخر كلمه عندك؟ قبل ما يبوس التوبه لا يحلم يشوف ظفري. فشلت بنص عينها، ما بوس التوبه لو بدي اعلق مشناتي، انا مو قليل انا وطالب طول بالك ابو طمزه. شو لا يا سيدي طالع حاجه هلا بتقلك عرق حاجه فشويه، لانه هلا بعد شوي بدك تغير رايك. لا ما رح اغير رايي. ها تعالوا لك مشروع طالع وبالناقص خرقه. انا مو خرقه لك، انا ابو طمزه المشنشل على الف شنشوله وشنشوله. لك طولوا بالكم طولوا بالكم، ليش رخناء؟ فوتوا لجوا انتوا، فوتوا نسوان اللي احنا متفاهم رجال مع بعضنا، فوتوا. روح عمي طمزه، ليش احنا رجال متفاهم مع بعضنا؟ لك على عيني رجال، انت يا اخي مو خرقه، انت ممسحه بدي كسر راسك. صرنا متحملين 13 حلقه من اول المسلسل لهلا. طول بالك حبيبي يا بديع. هم ابو طمزه على بالك. شو وينك يا حبونا؟ وينك؟ شيلوا معي يا شيخ. على بالك يا ابو طمزه. لا تشيلوا معي، بدي اروح. لك شيلوا معي. هدي وينك يا حكومه؟ خلص هدي ضبط لي حالك. ارتحت يا بدي اخرب بيتك. يلا يا من الست نجوم يبعث لك عمك شفتي يبعث لك تنباع بالعزاء. يخرب بيتك معوسه. العمى وين الحكومه؟ قوم لشوف ابو طمزه. الحكومه عنا ظللت بكله. خلص طلاق وطلقت وبلا تزري. قوم لشوف اتحرك. طول بالك ما بدي دروايه. شيلوا معي. لا وليدك شو نسيان حالك وقت عملت له خي حمل وانزاح عن ظهري، وانا كمان هم ونزل عن صدري. خلاص امرت الشرطه بلا تزريق. مرحبا عفيف. اهلي ابو طمزي. دسيت اللي نبض عمار؟ دسيت. شو قال لها؟ اوكي زبطت. والتنقاي ولا وحدة معينة؟ الكبيرة. ما بدي، هي كبيرة سمرة كتير، ما فينا ناخذ الشقرة؟ الشقرة عمرها 17 سنة، يعني أصغر منك بكتير. هلا عمك وافق من حيث المبدأ، ما بتفرق معه هي ولا هي. وأنت شو بتفرق معه؟ لك يا أخي الشقرة غير شغلة هيك، مثل الشقة القبلية هيك مضاوية شرحة هيك. صح لك تاخذ السمرة خدها، لا تخبص بنعمتك، ما صدقت أنت وقنعته لأبو تامير. خذ عفيفك، أعطي إياها لهيدي ما بتسمى اسمها، هي ورقة الطلاق. مشي. وانا رايح اتعطر واتكين واجي لعندك نروح نخطب انا وياك. جهلان. تعالي هون بلا مشاكل. شلون ملاقي لي حالك عريس؟ اكرم على سكرمة. بدي اياك تكتر لي الملبسات. ها تفضل اجرك اليمين يا عريس. ايوه ما تبلو. مرحبا نسوانو، تسلموني بهالتريسه مثل تبع الكونكا، مو ناقصكم غير هالجوكه. لك ابوك يا جواز ما حدا. قومي 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 على الغسيل، وانت على الطبخ، وانت على المسح، تحركوا وانت ساوي لنا قهوه. قومي. ايه بس تكون حلوه يا حلوه. ايه ابو طمزه اهلين بك يا عبد. عفو خلي ابوها يقنعها، شايف لك راسها يابس هالبنت. ولا يهمك، بكره ابوها بيلطشها كفين على خلقتها بتقتنع دغري، اصلا هي واقفه بوش اخواتها. مالي عارفان شو اللي مو عاجبها فيني، مع انه انا لقطها. هلا لا تفكر بهالموضوع، المهم هلا تزبط لي امورك، وتفكر كيف بدك تزبط المطبخ خليه يليق بالعروس الجديده. طيب شو حتعمل هلا انت عفو؟ هلا ببعث لك حنان تبرم لها راسها. ايه قوم الله يخليك. خلص شوي ثاني. لا لا هلا عفو الله يخليك. هلا يا حنان. حنان. نعم. روحي لعند اختك وبرمي لها راسها. ايه. حركي. شلوني معك ابو طمزي؟ هي بعثت لك اياها. تسلم لي يا عفو. عفو بس تجي لعندكم بعد وراي، بركي اذا شافت حالي بتتاثر. بشو بدها تتاثر؟ بجمالك ولا باناقتك الزايده؟ لا بس يمكن اذا شافتني تشفى علي. عفو انا كثير درويش. عفو معلش ابو طمزي معلش. بده ولد، جيبي له ولد وطلقيه. معها حق. طب جيبي له ولد وطلقيه. شو جيبي له ولد؟ شو انا فقاسه؟ بعدين الولد ابني، إذا جبت الولد ما بقى فيني طلقه. حياته ليه؟ ايه.
تهربي. شو تهرب؟ يبلاك بقتلك انت وياه والتنتين اللي عم يتسمعوا عليكي، شو انت ناوية تبهدلي ابوكي اخر عمره؟ يلي ما بيسأل عن بنته بيستاهل، لكن يدفنها بالحياة احسن. ليش يدفنها بالحياة؟ البنات عم تدور بسرعة، شفتي العريس ما عم تلاقي، والشباب ما حدا عم يقدر يتجوز، يلي بصح للرجال تبوس ايده وشو قفا حتى ولو كان هيك العظمي. يسلم هالتم. لا ما يسلم هالتم، خرسيني. عفي سمعت شو قالي؟ شو علي؟ غرسي غرسي شوي، حديث ما بيغزك لا من قريب ولا من بعيد. معناتها خرسي. شفتي خرسي. اختك حياتي لساتها عنكم؟ لا من الظهر راحت من عنا. هيك بنتي ولا انشغل بالي عليها، خايف يعني يكون صار لها شيء. لا بابا لا ما صار لها شيء، بس هربت. شو هربت؟ شلون هربت؟ شلون هربت؟ احكي احكي. بابا هربت لانك بدك تتجوزها لابو طمزه. ابو تامر زازا ما عنده بنات تهرب. بكسر رجلها اذا كانت طلع الكلام صحيح. فوت بابا فوت. لا بتفوت تقربي انت وياها. ايه انا رايح على المخبر دور عليها. ربوا وتعبوا، شو هالبنات هي؟ ايه لقيناها. وين لقيتوها؟ ان شاء الله مو صاير لها شيء. شو بده يصير لها؟ بالحبس. بالحبس؟ ايه بالحبس. ليش شو قالت لحدا؟ مو قالت لحدا، بعد ما طلعت من هون راحت على جنينه، وهني تعرفت على وحده اخذتها على الديسكو، قام صار معهم مشكله، شو هي المشكله؟ الله اعلم. اجيت يقبرني اياها بهالمنظر. فوتي لشوفي يا عمو، تعي. تعي اضحك يا عمو، لا تخافي. يا عفيف. تاخذها انت واختها لعند ابوها. ليش ما اخذتوها انتو سيدي؟ انا شو دخلني انا؟ لاني اذا شفته راح اطرقه بكسر لسانه. سيدي ان شاء الله براءة. انت اختفي من وشي ابو طمزة احسن ما فرغ المخزن بصدرك. ليش شو عملت سيدي؟ بنت صبية مثل الوردة، بدك تقضي على مستقبلها مشان خلفتك العاطلة؟ حقي ولا مو حقي؟ حقك لو كنت شاب ابو طمزة، اما مو بعد الكبرة جبة حمراء. بنت عفيفة طاهرة رح تزتوها زت على المعاصي مشان ترضوا جهدكم وتخلفكم. يا بنت يا بنت. وليه؟ شو بنت؟ انت اختك كل شو بدك تبكي؟ وين حياته وين؟ ليه؟ 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 ايدك بكسرها؟ وين لقيتوها سيدنا؟ وين لقيتوها؟ بكسر ايدك اذا بتمد علي، وبعدين ما لك حكي معي. فو عليك واحد وبش. انا مواطن صالح سيدي، ليش هيك عم تحكي معي؟ يخرب بيتك، شو ملاقيها لبنتك بزباله لحتى عم تزتها هالزته؟ شو انا حاويت زباله سيدي؟ لا انت تاج راسي وعلى عيني. بعدين سيدنا البنت بنتي وانا حر فيها. ايه القانون، القانون بيمنعني شيء؟ قانون؟ ما حدا كاسر ايدي غير القانون. اخ اخ، بس لو ما في قانون لحتى كنت كومتكم تكوين فوق بعضكم البعض. خلاص اذا مو موافقه ما حدا جابرها، ما حدا جابرها سيدي. ابو تامر زجا ما عنده بنات تكسر كلمته، بدي يزوجها وعلى كيفي. ما باخده ما باخده ما باخده، الله ياخده. بدك تاخديه ورجلك فوق رقبتك، شوفي شبوبيه. تسلم عمي تسلم. هالمره لقيتوني بس مرتي جاي ما رح تلاقوني. يا 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 شو انا بابا حتى تخاف مني؟ لا مو بابا مو بابا. لك عدمني اياك انت واخواتك ودلايلك. حركي برجع بقول لك ابو تمزه انت مو بابا لساك شاب مثل الورده. اي نعم، وبالاخير ما بتكون الا رديان. طيب اذا بدي تهرب هيك كل يوم انا شلون بدي ارضى؟ ايه بسيطه، انت هلا روح معي على بيتي ونقي من بناتي البنت اللي بتعجبك. نعم، وما بتطلع من بيتي الا كاتب كتابك ومشنقل عروستك. يلا وراي وراي. بدك تاخذ صغيره؟ هي اجت الصغيره على ايديها ورجليها. رب ضاره نافعه. ابوك يا شو اسمع حدا. يلا يا عمي روح انا هيصير لك عديد. ليس حبيبتي. انا ماني حبيبه حدا. ليش يا حبيبتي؟ بدي احكي لك حكايه، انا حكاياتي كثير كثير حلوه. مامتي انا ما بحب الحكايه. حكايه حلوه تبع ثلاث فئرات وفئريه، حاملي وطشط وبري وصيني. مامتي لا غني لك يا غني. ثلاث فئرات وفئريه، حاملي وطشط وصيني. اولا انا بخاف من الفيلان، ثانيا مامتي انا مرتاحه هون. طيب حلاوه بطيمشه ونمشي، طيمشه ونمشي، وبعتتني ستي عايشه. يعني يعني مامتي ما بصير هيك. مين صاحبتي؟ هلا انت مرتي بالحلال. طيب تعي نلعب عريس وعروس. ومين العريس؟ طبعا انا العريس، ايش مين في غيري عريسه؟ نونا وهي اختي. يا طيب ابو طمزه متى يا بني يا ابو رام ما تعرفي تقول
لك يا ضحى ضاح واحدة بس تعمل لك هيك يا ضاح وتبللي تبللي وين بدنا ننام؟ ما بصير هيك ميساء. طيب تعي نلعب ام عميش. ام عميش؟ ايه بس انا بربط لك عيونك وانت بتدور علي. لا انا بدي اربط لك عيونك وانت بتدوري علي. لا انا بدي اربط لك عيونك. نو لا وين اعترفي ابدا 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 وليش مفتاح معي ولا حيبلعه. لا في نونو ولك لا في نونو ولي لا 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 لك عرسي. يا عمي منين اجيت انت؟ انا عندي بكالوريا هالسنه. ايش حكايه البكالوريا نهائي؟ انا الرجال بهالبيت ما في بكالوريا ما في بكالوريا ما في بكالوريا. ابوك ينفخرج على هالمشهد ما عرف. انا ليش هيك عم يصير معي؟ لا تنفخ. بدي نفخ؟ اتركيني نفخ. ما بدها تنفيخ الشغلة، هذا وضعك الطبيعي، عمرك 70 سنة، مفكر لي حاله شب. ليه تحكي معي هيك؟ ضليتي 24 ساعة تعادي فيني حتى صار معي هيك. طلقني. لا لا ميسا شو طلقي؟ أنا ما صدقت أنت تجوزتي. ما بطلقك ما بطلقك. أنت تزوجتني مشان ولد، مو مشان تصمدني، ولد ما رح يزبط. إيه بس إلا يزبط. معناتها بدي أقدم بكالوريا. بكالوريا ما في. يا أما بحكي للكل ها؟ بتحكي للكل؟ إيه بحكي. مين جبتي هي تبع الكلمك يا ميسا؟ بتعرفي يا ميسا احسن شيء انا شايف تقدمي بكالوريا.